أقدمت سيدة تركية على قتل شقيق زوجها برصاصة في رأسه بعدما دسته بسيارتها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وسط شوارع مدينة أورفا بتركيا. وصرخت السيدة التركية بعدما قتلت شقيق زوجها قائلة غسلة شرفي، ثم طلبت ممن شاهدوا الجريمة الاتصال بالشرطة لتسليم نفسها. وبحسب المعلومات فإن القتيل البالغ من العمر 41 عاماً كان يصور كلمة عاشرت بينه وبينها دون علمها، وهددها ببث بعضها في مواقع التواصل، وهو ما أغضبها. اتظاهرت التركية بموافقتها على مواصلة العلاقة الغير شرعية، واتفقت معها على اللقاء الأربعاء الماضي في أحد شوارع أورفا، ثم أقدمت على قتله دهسة وبرصاصة في رأسه، وفق العربية نت. وتعود أحداث الواقعة عندما اضطر أخيه قبل 3 أشهر إلى الانتقال مع زوجته وأولادهم الثلاثة للإقامة والعمل بمدينة ديار بكر البعيدة في إقليم الأناضول، وعندها بدأ شقيقه يطلب منها زيارته في أورفا، مواصلة ما كان بينهما من علاقة سرية.